في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. الطريق 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 سيرون خن باي صعبين وتيرو انت بين اون خين هرين بن جبي بندق راتو اور ابشوي سبن نو تي نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. نيزيس طانيف نمنيت النفرسانين مولان جئن ثقبتك تنبرشيشن ومي جنهو
تشيني نم اجنتي قمت لسنت بقاجي يا لي صنع ميني مارن اشتنتي تيا اسث وبت فيوت نم مشيرين ببنا ومثواب قالوا الخاني لا وسني خرسي ايا نوز فاي غاربي بنوتين الي سنون ون اوهل بي سنطا ان خنثي اث اوه اب ماريا ابنوتين اينا هيت الناس برس فيا ونو ميت سنوس انري خمبا اي كل موزي ولتين بشيل تتاغي يا مريا تبار سنوس شيريني ماري اياتي اتشرم اثنى سوستي تصمي سيدان افنوتي بلوس سيرين ماري يا خين وشير اف او ام شيرين ماري اسمع في سوا شير ميخائيل في نشين عرشي انجلون سر غبريل بصوت بفاش نوفي شرن شروبين شرن سرافين شرن طماطير نبورانيو شرن اتشوي سنيو اوتي ان افو او سولون شن واتي تي سنت بن شوش يسوس بيهرسو لك او بمار تيرو شربي افانجيل سي شربي ابو سولوس افا ماركوس بيسي اوريمو شرن دوني مار تيرو شرني شرين جنيوس إن يا صور باش صور أوري إلو بات من كوريوس بيعجيوس أفا مينا ربنيو تافا أنطونيوس بخيب سنتتي متموناكوس جربنيو تافا مفلي بمن ريت انت بيخرسوس تني برس بي انت تثيوتو بوس ثواب مريم جوي صاريمو نانم بك ويبون انت ننوبي اسمنو هو سروك نم بك أيضا فنس الله ضد الكل ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل أطلب من صلاك يا محب البشر أذكر يا رب نفوس عبيدك آبائنا أخواتنا الذين رقدوا اطلبوا عن آبائنا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيعوا في الإيمان بالمسيح منذ البد آبائنا القديسين والسائل الساقفة آبائنا الأساقفة آبائنا القمامسة آبائنا القصوص إخوتنا الشمامسة آبائنا الرهبان وآبائنا العلمانيين وعن نياحة كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في أحضان بين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ألهم في موضع الخضر على ما راح في فردوس النعيم
في ذلك الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك، أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم ترى عين الأسماء بيزم يخطر على قلب بشر، ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقه ميت وان أو تفريط قبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك، وأعطيهم ويانا نصيبا وميراثا مع كفات قديسين. يا رب ارحم. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذا الليل. قدوس الله قدوس القوة قدوس الحي الذي مات لازم قدوس الله قدوس القوة صلب عندنا رحمنا قدوس الله قدوس القوة قوم الأموات صعد السماء الحمد مجد لأب الإبن روح القدس لنا كلنا من دار الدرم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات. Berislos Isos Ventus Aminelia Sherinet and Turuth Ethuabeth Menot and Bartens of the event. Timis Northman Berislos. And you and Tenebros Sheb, Shoya, Beshirim and Rit and Tifkalinovin on Evon. Sheretit as missing on Evon and Taf me, Beris the Noted Bartenus Ethuab. And you am Shoserigon, Tvarnem Sishin Tifkalinovin on Evon. Tibartenus Mariam Titheotokos Ethuab. Tevrostat setinot in Tevgens Dimitromi. Arim Svevin Eregon, Arim Bechristos Vitarek Vov, Hobos and Tefrem Utnanim Biko Evolenten in Novi. Shere Neo Tivartenus Romina Lithene, Sheriff Shushun Tevengens, Arik Funan Emmanuel. Tenti Uari Benel Tevrostat setinot Narim Benchos Veristos Tevken in Novi Nanevol. Ripsul Selim Mariam, Hennif Owet Saevshoi. ساؤوينا من بس من ريت استوبهم مفريقون قاتف ريتيت افقو سنجي داويت خمبل سن مجدشو راس نشتيورو ساؤوينا من كبورو سولومون موتيرو سفن بيقو انتني قوجد سنيو طايش فيري طابو لي سميرو سليم افتي ميني غاري روس خلال مي شدران في الشجامي جامي والخم بك ايبو سوسي صد بنا روماتا شيريني اوتي بارتينو سرو من اهلي ثيني شيرب شوشن تبنجن وصريك فنان الامانو ايل تنتي واري بمن تبرو الساتي سيتنو اتنارم من شزو بارستو سفكين انو فين انيفول شاش بن عرشي انجيلوس في اوهرات ويرم نوثم بمثم في باندوكراتو رفشم شم مستريون تيب ميخائيل بابي اويد غابريل بما اصناف رافائيل بابي ما شم تقدق تيبو ستتريس سورين صادقين صاراثين منانين ناين الشرف روين يثوب نيتو بمو ورجم بيصون شيرو بمني سيرافيم نيسون نصن بشوي سنقم بفتون زوانا سوما توسط فاي خبار ما انسيوس بفتا مبرس بيتي روسن تيكلي سنتين شور بمي سيبوس روب كنو متات منك ووشي فو لفقو اموس لفقو سوسيوس نيا تشولي مطالي تشو اجيوس سيشيروس شوس ممتون نمتونو اجيوس اثاناتوس مويته كيني رومي يمار ابك لاي نمتي كيريني او انصب تن بك لاوس لكو اب كو اب كو اب كو اب شوي سابا وتفيب كايمي فولخم بكو نم بك تايو
أبشن قسم بي الليل ويا شرنا نفو أمو جاقو سمين الليل ويا بي أوفا بن نتيبه بسيبين علي أبو إسراتي أنقل بكم من نيتا وانا براني ونطف كان النوبين عني بول كيريوس بخريسوس وصوت من نفع بوصولو سيدة بدرس نمال درياس يوانس نم ياكوبوس نمال قسم مديوس برسلو ميوس نم تومس ياكوبوس نمال في نم سيمون بكن النيوس سيديوس نم ماتياس بابلوس نم ماركوس نم لوكس نم سوينتي نم عثيتس نتم وشن صابن سوتير ماتياس بيضاف شوبين شبي يوين يوداس نم بكوكي بني مرسيبين نم موشين سبس بوتا أبو خروش نافي فولي جيني بومي وكاي تير فوانو ساجي أبو شورك سنتي كوميني تويم شوي سيري يكون نشو سنيوت نبو ستولوس نم بيش بس نافي ماسي ديس تفكين نوفين عني بول ماركوس بي أبو ستولوس وو بي إفانجيليستيس بي مثري خانيم كافن تي بي ونوغين سنوتي ليغفر لنا خطايانا. لكي سيما منظمك ومن نور الحقيقة ومجدك تزرع قدسة ستخلص نفسنا المجد لك سيدنا المسيح. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد الى السموات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بروح القدس رب المنبثق من الآب نسجده ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونحترم معبوديه وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار لآت يمين تين جونش تيفول خايتين تي أنا تاسي سنتني ري موت نمبيون تنت بي اونتنيو
رحمة الملائكة تنصر
البابا أنبات
قيس الأحبار ثبتوا على كرسي اسمع صوب مين يا بول خن باهي تيرفتنا اسمه
بكران بشوي سم دي ابتي عير موي ام بكران او اي جم نمتب او رني او نف نوت انتني نوتي ايسوس بخريستوس بنوتي بياني تين وسفي طفي اثبي بن صوتي عبر صوماتيكو وكجسد من الروح القدوس ومن مريم العروس الطاهرة افنم بنيبي نم بنوه كتير في وراشينه نم مثل الافتير فلنسجد له ونرتله لأمي مريم الحمام الحسنة وهنت نوشب انو اسمي انسالي السلام لك يا مريم ام عمانوئيل السلام لك يا مريم خلاص ادينا ادم السلام لك يا مريم ام الملجا السلام لك يا مريم تالي الحواء سلام لك يا مريم فرح الأجيال سلام لك يا مريم فرح أبيل البار سلام لك يا مريم العذراء الحقيقية سلام لك يا مريم خلاص نوح سلام لك يا مريم غير الثاني سلادي سلام لك يا مريم نعمة إبراهيم سلام لك يا مريم الكثير غير مضمحل السلام لك يا مريم خلاص حاء القديس السلام لك يا مريم أم القدوس سلام لك يا مريم تهلي ليعقوب سلام لك يا مريم ربوة مضعفة سلام لك يا مريم فخر يهوذا سلام لك يا مريم أم السيد سلام لك يا مريم كرازة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم فخر إسرائيل سلام لك يا مريم ثبت أيوب البار سلام لك يا مريم الحجر الكريم سلام لك يا مريم أم الحبيب سلام لك يا مريم بنت الملك داود سلام لك يا مريم صديقة سليمة السلام لك يا مريم رفعت الصديقين السلام لك يا مريم خلاص أشعيا السلام لك يا مريم شفاء أرمية السلام لك يا مريم علم حسقية السلام لك يا مريم نعمة ضانية السلام لك يا مريم قوة إيديا سلام لك يا مريم نعمة آليشا سلام لك يا مريم والدة الإله سلام لك يا مريم أم يسوع المسيح سلام لك يا مريم الحمامة الحسنة سلام لك يا مريم أم ابن الله سلام لك يا مريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا وضع الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لينطق بمثلها
أكثر من عصار أيها الممتلئ نعمة. ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال بتول أسياب حملت وولد بغير وطاء ابن علي الكلمة الذاتي بصلواته وشفاعته. افتح لنا يا رب باب الكنيسة أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين فلنسألها أن تطلب عنا عند حبيبها ليغفر لنا. راشي نوتي تيوتوكوس ماريا ما ونيسوس بخريستوس راشي نوتشرين سيون تليل ما وثما وبيب أورو. الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح في ليل مفنوتي إن بين فويسوس في ليل مفنوتي إني أكون. الفرح لك يا والدة إلى مريم أم يسوع المسيح ابن تليل إن جاء يعقوب ابن أنوف جبس رائيل. الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح سنا سليل شاني يا والدة إلى مريم أم يسوع المسيح فاتني الصدم إلو لتنو تنه بركوتي. الفرح لك يا والدة إلى مريم أم يسوع المسيح أباهيت أفراني إزبي بلاس خير أسلي. الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح فأرمان أرمان من تليلة إم بكران سنايت شو النايت بيري تيرو انصت شو إم بفو إم شو شني بارثينوس مريت شيروم بيث نيسوس شويس بن شويس انسانو إش بيري تيرو
بكرم يجن بخاهيتي سنا شو اللي جبيريتيرو انسى شو ان بيو امشو شو اني بارسينو سي فريات تشيرون بي اثنتوس او اونم او طايو نمتك ما بنك لو مشو سنا شو ان اشبيريتيرو ان ساشو ام بف او اف شو شني برثينوس ماريات شيروم بي اثنسو سينا اتشو ان اي فيريتي رو سينا اونو فمتو تليل سينا اتشو ان ايش فيريتي رو انت شو ام بي او ام شو شني برثينوس Maria te cerom bis ne sostina et so in es vir tir o oe vol kene kastiro Amin por unte tin moenan ente kirin simne nan ente kirin sane Gore vol nega jinte ti ekle seya are sotero senneskin chaine Mano il benno ti khenten miti tinu khenb oen tebe fiyon nembeb nev matuwa Ente fes moeron tirin ente ftovo ennenein انت فطالي شوني شون انت ننبسي شنمنن صومات نورش موكو بخريستوس نمبكيوت ناغاثوس نمبب نبمثو وابجعكي اكسو تيمون السلام لك يا مريم يا ام الله القدو السلام لك يا مريم يا بكر بتول واروس سلام لك يا مريم يا تبوت عهد النعمة سلام لك يا مريم يا ثمر الذي سطعم سلام لك يا مريم يا جنة وفردوس سلام لك يا مريم حملت الغير محسوس سلام لك يا مريم يا خليلة سليمان سلام لك يا مريم يا دواء يبرئ التعبان سلام لك يا مريم يا ذات البتولية سلام لك يا مريم يا طهرة ونقية سلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور سلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور سلام لك يا مريم يا شفيعة في المؤمنين سلام لك يا مريم يا صلاحا للتائبين سلام لك يا مريم يا ضياء في البرية سلام لك يا مريم يا ونقية السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيان السلام لك يا مريم يا عروسة للديان سلام لك يا مريم يا غالية وثمينة سلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب السلام لك يا مريم يا كنز الله المروب السلام لك يا مريم يا لوح دل جديد السلام لك يا مريم يا مهونة لمن يريد السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبون سلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط سلام لك يا مريم يا والدة لينا سلام لك
يا مريم يا ليئ له فعلان. السلام لك يا مريم يا أدغال الأسماء. السلام لك يا مريم يا زهرة في البستان. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون أعنا أجمعين. يسوع المسيح حامل خطيات العالم. احسبنا مع خرافك الذي عن يمينا عند ظهورك الثاني المخوف لا نسمع برعدات أنني لست أعرفكم. أن أكون مستحق لسماع صوتك الحنون الممتلئ فرحا يصرخ قائلا تعالوا إلي يا مبارك أبي الشهداء حاملين عذابتهم وياتي الصديقون حاملين فضائله. ياتي ابن الله بمجدي ومجد أبي ويجازي كل واحد كعملي التي عملت. أيها المسيح كلمات الآب الإله الوحيد أعطينا سامك المملوء فرحا كما أعطيته لرسلك القديسين كلنا مثلهم إني أعطيكم سلامي. سلامي أنا الذي أخذته من أبي هذا أتركه معكم من الآن وإلى الأبد. يا ملك هذه الليلة الطائرة إلى العلو بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والذين رقدوا ربنا اخواتنا الذين كل شدة يا رب أعنا وإياه ليباركنا الله ونبارك اسمه القدوس في كل حين تسبيحته دائما في أفواهنا. جيف اسمروت جيف يطنم بشيرين بابن بمائد هو بتترياس اتشيكيبول ان اوشتموس انتيوناس. يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا. شنير بلوغيتين Rosav Shesta Sete Irini Bosi Etop Devu Mati Yesu Ayyuha Sayyid Rabbi Yesu An Mesih Ilahuna
الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسله المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوب لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبى. صلوا من أجل الإنجيل المقام يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نصعدها إليك أيها رب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا، وانت الذي نرسل. Siti mita fosio akosomi to agio evangelio. Tijevesni oklim ram shosetini gom kiri ablogeson kota mesio no agio evangelio to anosma. Sasi kiri. مخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطائر بركاته. معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقطار الأرض. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم،
واعلموا هذا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق ليصهر ولم يدع بيته ينام. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأنه في الساعة التي لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان فيها. فمن هو يا ترى العبد الأمين والحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله والمجد لله دائما. نساء كثيرات لنا كرمات، تعاليت أنت أكثر من جميعهن لأنك فخر العذارى. يا مريم والدة ليلى أرب رزبه سيوتوكوس ماريا سمافن بن سوتير تفكان النوفي نانيفون فس مروت نجيب يوت نمشيري نمبب نبما إث أواب تتريا سجي كيبول تنوش تموس تنتي أوناس. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس Pere socios benchois, se monto quere o clinate, no bion so quere. Irene bossi, ob nevo mati, su. Se drabbe son messi a calma tallah, il lezine fa fuoghi telemise, il codicino, un storpa, il ballo ruha il codis. Men rafartum lam kotayahum, ufrat lahum, hua men em septamu halim umsikat. أنت الآن من كبر السطار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت المقدس في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا الأرض ويربطوا حلك رباط الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك آبائي وأخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسم أمام مجدك المقدس. ارزقنا رحمتك، اقطع كل أربطة خطايانا إن كنا يا رب قد أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم بقذى قلب بساء قلب، فأنت العارف ضعف البشر والصالح محب للبشر. اللهم انعم لنا بغفر خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا حال شعبك ابناء ملكوفك. كرياليسون كرياليسون ياليسون. نطلع مع بعض صفحة 75 في النبذة الجديدة 75، والنبذة القديمة صفحة 51 زي العصفور. زي العصفور ما وجد بيته زي يا مام الفرحان بيتك يا ربنا حبي توبتك حبي توبتك زي العصفور ما وجد بيته زي يا مام الفرحان
ربنا حبيته بأمانة بيتك صلاة وتهليل واشموع بيتك محبة ونور وسلام زي ما حبيت بيتك يا يسوع حبيتك انت مدى لي بيتك صلاة وتهليل واشموع بيتك محبة ونور وسلام زي ما حب حبيتك انت مدى لي زي العصفور ما وجد بيته زي يا ما الفرحان بيتك يا ربنا حبيت بيتك طوب أمانا بيتك مليئا من البركات أمنت من كل للشياطين يوماتي فيه لؤون دست تتأم علشان القديسين بيتك مليان من البركات أمنتو من كل الشياطين هلو قداسات تتقام علشان القديسين زي العصفور ما وجد بيته زي يا مام الفرحان بيتك يا ربنا حبيت بيتك حبيت بأمانة بيتك بين أرافي أناجيل ونحفظ في أجمل الحان ونسمع تراتيل ونسبح طول الأزمان بيتك بين أرافي أناجيل ونحفظ في أجمل الألحان ونسمع في أقداس تراتيل ونسبح طول الأزمان زي العصفور ما وجد بيته زين يا أمام الفرحان بيتك حبيته بأمانة طوبى هم اللي فين يا راك اللي بلا عيب في سالك ثبتني في طريق انوارك إلى
طهر أمين طوبى هم اللي فت يا راك اللي بلعب في سالك سبتني في طريق أنوارك إلى الظهر أمين زي العصفور ما وجد بيته زي يا الفرحة نبيتك يا ربنا حبيت بيتك حبيت بأمانة. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نشكر الله في هذا المساء على وجود قدس أبونا الموقر أبونا بشوي جورج كاهن وملاك كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس من شيت الصدر. الحقيقة أبونا بشوي دايما بيمتعنا بصوته الحلو عظاته الجميلة كل نهضة صوم الست العذراء. ربنا يخليه ويديم كهنوته لينا سنين كثيرة وأزمنة سالمة. بكرة إن شاء الله في القداس الإلهي هيباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح وتوابعها، ومساء هيكون معانا قدس أبونا الموقر أبونا سيرجيوس سيرجيوس كاهن وملاك كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس اليوبلس وكيل عام البطراركية. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر دور كل هميل. كل سنه وطيبين وربنا يعيد عليكم الايام بخير والسلام، ودايما شفاعه ست عذراء تكون معانا وتكمل الشفاء ان شاء الله لاقص ابونا يوحنا ويخلوه لكم ويخلوا الاباء الموجودين يدين كهنوتكم ويعيد عليكم جميعا الايام بخير. احنا بنعمة ربنا موضوعنا في هذه الليلة، وانتوا دايما اتعودتوا مني في كل سنة ان انا لما بتكلم في الواقع واقع الحياة وبتكلم في الامور اللي احنا عايشينها وحاسين بيها، فبطلب من ربنا يا رب اديني كلمة عشان تمس قلوبنا جميعا وتناسب الحدث والظروف والأيام اللي احنا عايشينها. فأنا النهاردة بنعمة ربنا هتكلم معاكم في عتاب من أرميا النبي لله. على فكرة دايما كان أرميا بيعاتب ربنا، مرة بيعاتبه بيقول له لماذا يا رب تنجح طريق الأشرار. النهاردة بردك في أرميا إصحاح 16 عدد 10 أرميا بيعاتب ربنا بيقول له بردك لماذا، بس النهاردة ربنا رد عليه، ورد ربنا هو ده هيكون موضوعنا. نشوف الأول عتاب أرميا في سفر أرميا النبي إصحاح 16 عدد 10 لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ فما هو ذنبنا؟ وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ ده عتاب أرميا. لماذا جلب علينا كل الشر العظيم ده؟
ايه ذنبنا؟ ايه خطيتنا؟ فيترد عليه ويقول له: فنقول لهم من اجل ان اباءكم قد تركوني، يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها، وإياي تركوا وشريعتي لم يحفظوها، وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم، وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عناد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا إلي، فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا آباءكم، فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا، حيث لا أعطيكم نعمة، والصبح لله دائما أبديا آمين. نرجع للعتاب والسؤال من أرمية: لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ فما هو ذنبنا وما هي خطيتنا؟ الجواب بالاختصار: لأنكم تركتوني وعبدتم آلهة أخرى. أنا ليه حبيت أقول الكلام دوت؟ لان برضك احنا حاسين بنسال ربنا: ليه يا رب سايب الشر وقسوه الناس ماليه الدنيا؟ اللي احنا بنشوفه في العراق وبنشوفه في ليبيا وبنشوفه في تونس وبنشوفه في سوريا وربنا يحمي مصر، ايه يا رب ده؟ ايه الشر العظيم اللي احنا بنشوفه ده؟ ايه ذنبنا؟ ايه خطيتنا اللي جلبت علينا الشر ده؟ لو تتذكروا معايا يا احبائي، في سنة من السنين كنا في عز معمعة الثورة، قلت لكم برضك عبارة عشان ما نلومش ربنا على اللي بيحصل. لو تتذكروا العبارة اللي قلتها لكم، رب المجد بيقول لنا كده: حينما تبتعدون عني، ازاي اجيبكم مرة تانية ليا؟ حينما تبتعدون عني بأمة غبية اغيظكم. واضحة؟ حينما تبتعدون عني، اعمل ايه عشان اجيبكم تاني؟ اسلط عليكم امة غبية، ومش غبية وبس، امة غبية تغيظكم. طب ليه يا رب؟ والى متى؟ ارجعوا الي ارجع اليكم، يقول الرب. هكذا ايضا داود النبي مرة بيعاتب ربنا، بيقول له: الى متى يا رب تنساني؟ الى الانقضاء؟ حتى متى يا رب تحجب وجهك عني؟ طب يا داود، هو ربنا بينسى حد؟ ده احنا بنقول: النسية الام رضحة، انا لا انساك. وربنا بيقول لنا كده: أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ويقول لك: لا أهملك ولا أتركك. إزاي تحاسس إن أنا بعدت عنك يا داود؟ إذا الموضوع مش موضوع ربنا، لأن ربنا ما بيبعدش عن حد ولا ينساش حد أبدا، ولا يجيب الشر لحد، لأن الله غير مجرب بالشرور. لكن كون إن داود حس إن ربنا نسيه، يبقى دور على ذاتك يا داود، فتش قلبك يا داود، فتش نفسك يا داود، فتش حياتك يا داود.
هتلاقي انت السبب مش ربنا. لذلك عجبني قداسة البابا المتنيح الله ينيح نفسه البابا شنودة، مرة تأمل في هذا المزمور وقال شبهه بتشبيه جميل قوي. قال لك في عندنا الشمس والقمر، الشمس والأرض. الشمس ثابتة شيء معروف، والأرض هي اللي إيه؟ متحركة تلف. الوضع الطبيعي لما الأرض تدي وشها للشمس، الشمس هتعمل إيه؟ هتشرق عليها. طب لو الأرض لفت ودت ظهرها للشمس، الوضع الطبيعي إيه؟ إن الشمس هتغرب عن الأرض، وده اللي بيحصل في الشروق والغروب. إذا لما لجأ ألوم هنا، ألوم الشمس ولا ألوم الأرض؟ لا، ألوم الأرض لما تغرب الشمس عنها. ما أقولش ليه يا شمس أغربت عن الأرض، لا، أقول لك ليه يا أرض اديتي ظهرك للشمس. هكذا يا أحبائي، الشمس هو السيد المسيح، شمس البر الذي لن يتغير، هو أمس واليوم وإلى الأبد. لكن مين اللي بيتغير زي الكرة الأرضية يلف ويدور حوالين نفسه؟ الإنسان. فالوضع الطبيعي لما أكون أنا واقف أمام الله بقلب نقي هشعر بوجود الله في حياتي. والطبيعي برضك لما أبعد عن ربنا أحس إن ربنا بعد عني. لكن هنا مين السبب؟ أنا. عشان كده يا أرميا لما تعاتب ربنا وتقول له لماذا هذا الشر العظيم؟ إيه ذنبنا؟ إيه خطيتنا؟ هو رد عليك قال لأنكم تركتوني وعبدتم آلهة أخرى. يبقى لما بيحصل لنا حاجة يا أحبائي ما نقولوش أنت فين يا رب سايب الدنيا دي ليه؟ لا، ندور على نفوسنا هنلاقي فعلا ان احنا تركنا عبادتنا لله وحياتنا مع الله وذهبنا الى آلهة اخرى زي ما قال هنا في أرمية 16. عبدنا آلهة اخرى. تقول لي لا، احنا لسه بنعبد الهنا وملكنا يسوع، ربنا يسوع المسيح، ودينا في الكنيسة هو حاضرين الاجتماع والنهضة وايام الست العذراء وبنسمع العظة. أقول لك ده الشكل من بره، لكن لو فتشت جوه نفسك هتلاقي في آلهة كتير أنت بتعبدها وأنت مش حاسس. زي إيه؟ أول إله بتعبده المال. المال جوه الكنيسة وسامع كلمة ربنا، لكن كل شغلك الشاغل بره المال. ازاي تجمع المال وازاي تحوش وازاي تكنز وازاي وازاي، مع ان الكتاب بيقول المال اصل لكل الشرور، اذا ابتغاه قوم ضلوا عن الايمان وطعنوا انفسهم بأوار مشققة لا تضبط ماء. وعجب العجاب ان ربنا حط ساوى نفسه بالمال وقال لا يستطيع إنسان أن يعبد سيدين. مين يا رب؟ وإحنا عندنا سيدين؟ ما عندناش غير سيدنا واحد بس، سيدي يسوع المسيح رب المجد. لا، في ناس بتعبد إله تاني غيري المال، سيد تاني غيري المال. فلا يستطيع إنسان أن يعبد سيدين، إما الله إما المال. بس خلي بالك يا اللي ماشي وراء إله المال، اللي بيمشي ورا المال حاله مال. سامحوني انزل واقع حياتنا شويه نشوف اله المال ده عامل فينا ايه. يعني مثلا ايام زمان، طبعا المال هتقول لي طب ما لا غنى عن المال، اقول لك خدوا وسيله ما تاخدوش غايه، وسيله للحياه. لكن أنا آسف
ما تبقاش زي مثال اللي ذكر الكتاب المقدس الغني الغبي اللي جمع امواله ومخازنه وقعد يكلم نفسه كلي يا نفسي وتلذذي لان عندك خيرات تكفيك سنين طويله عريضه. شوف ربنا عشان يديله درس جاله الصوت قال له ايه؟ يا غبي في هذه الليله تؤخذ نفسك منك والذي أعددته لمن يكون. تعالوا بينا نشوف احنا ازاي بنعبد المال دون ان ندري وتركنا الهنا الحي بتعاليمه الحية الجميلة المحيية. كان زمان لما يجي واحد يتقدم لبنت يخطبها أول شرط بيدور عليه يقول لك على الأصل دور على الروحانية دور على علاقته بربنا دور على إيمانه بربنا دور. مش كان زمان كده؟ طب يا جماعة لو لقيتوا الأخ دوت بتاع ربنا وإيمان بس خلي بالكو هيمشي على المبدأ أو المثل هيجيب يعني حصيرة وينام عليها هتوافقوا بيه في الوقت ده؟ يقول لك لا ده كان زمان أيام جدي وجدك بقى عليهم السلام الله يرحمهم ويبشبش الطوبة اللي تحت رأسهم. احنا دلوقتي قلت على الاصل دور؟ لا احنا اول حاجة على الشقة دور. اول سؤال عندك شقة؟ لا والعملية اتطورت الشقة فين؟ في انهي منطقة؟ وهل هي ايجار قديم ولا ايجار جديد ولا تمليك؟ ده اول سؤال بنسأله. هتجيب لي بنتنا ايه؟ هتجهز ايه؟ عندك عربية ولا ما عندكش؟ كل ده وبعدنا خالص عن حتة الايه؟ الاصل والايمان والروحانية. جالك يا ست العريس ابو عربية ابو شقة ابو امكانيات وغيره وغيره لكن لانه مش من عند ربنا كان زمان بيعيشوا 30 يوم شهر عسل. دلوقتي يا مناس عائلات ما بيكملوش الاسبوع صدقوني جوزت اتنين ما كملوش اسبوع لقيتها بتتصل بيا بتقول لي ابونا طلقني طلقني يا بنتي لسه هو في ايه؟ قالت لي انا بقول لك طلقني ولا اطفش منكو ايه يا ست ايه اللي حصل؟ ما عندهاش اسبوع. ليه؟ لان تركنا المبادئ الجميله بتاع زمان ومشينا وراء آلهة اخرى منهم إله المال واللي بيمشي ورا المال حاله مال. ده أول إله خلي بالك منه خلي بالك منه. ماذا يندفع الإنسان أكتر واحد قبل ما أسيب حتة المال دي عشان تفوقني شوية أكتر واحد يفوقني في الموضوع ده هو سليمان الحكيم. تقول لي اشمعنى سليمان؟ أقول لك لأنه كان غني وكان ملك وكان حكيم. طب يا ترى يا سليمان عملت ايه بالكلام ده؟ قال زرعت لنفسي جنات وغرست لنفسي فراديس ولن أمنع شيء اشتهيته نفسي. طب ايه تقريرك يا سليمان عن الدنيا دي والمال والغنى والجاه والفردوس والجنة قال لك أخيرا وجدت باطل الأباطيل الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. كله باطل كله باطل. عشان كده بمناسبة الغني الغبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك والذي أعددته لمن يكون. أختم كلامي في جزئية مال إله المال ده عشان أشوف إله تاني بقصة أنا عشتها
زي الغني الغبي بالظبط. اتنين اخوات ابوهم مات سايب لهم بيوت واطيان وفلوس صدقوني مهما اي واحد منهم اتظلم لكن هيعيش ملك، لان اللي متساب كتير قوي. فوارد ان اخ يطمع في اخوه، ووارد ان اخ يضحك على اخوه، وارد ان اخ ياخد اكتر من اخوه، وارد. لكن مش معناها ان اخوه هيشحت، لا، ده اللي معاه بردك يعيشه سنين طويله عريضه زي الغني الغبي ده. لكن للاسف الاكبر قال لك انا الاكبر وانا اللي وزع، فاقوش على اكبر جزء ممكن يعني اقوش عليه. فالاصغر قال له لا، انت مش عشان اخويا الكبير تضحك علي، انا زي زيك، كلمه من هنا كلمه من هنا. اختلفوا مع بعضهم، قالوا بيننا وبعضنا المحاكم اخوات. دخلوا المحاكم، كل واحد شاف له محامي ومشي معاه، مع ان سكه المحامين دي سكه خسرانه خسرانه، مع كل احترامي لو في حد محامين هنا يعني، خسرانه خسرانه. المستفيد الوحيد في اي قضيه هو المحامي، ممكن يكون واخد قد كده عشان واحد متهم في جريمه قتل ويعشمهم انه يطلع براء. بعد ما اخد فلوس الراجل الحكم عليه بالاعدام يقول لهم طب وانا اعمل ايه؟ انا عملت اللي عليا. خد فلوس والراجل ايه؟ اتعدم. برضك مع كل احترامي للمحامين. المهم كل واحد خد سكته، وكل واحد المحامي بتاعه عاوز يشطر على التاني، الى ان كملت الجلسه. فانا رحت قلت اما اشوف الناس دي ايه ده يعني؟ في غفله ولا ايه دول يعني؟ ايه لازمة ان اخوات يقفوا قدام محاكم قدام بعضهم؟ فرحت لهم الاول من الناحية يعني العاطفية واحساسهم ان ابوهم ما ماتش موجود. فقول لهم على فكرة ابوك لو تفتكروا ان هو مات وهو ما ماتش، احنا ما عندناش حاجة اسمها موت، عندنا حاجة اسمها انتقال. ليس هو موت لعبيدك بل هو انتقال. روح ابوكم حاسة باللي انتوا بتعملوه. تخيلوا دلوقتي الحزن اللي في روح ابوكم بسبب الخلاف اللي بينكم وبعضكم. زمانه بيقول دلوقتي يا ريتني ما كنت سبت لهم حاجه، يا ريتني كنت ورثتهم المحبه احسن من المال، لان على الاقل المحبه دايمه، لكن المال اصل الكل ايه؟ الشرور. فاعملوا حساب لروح ابوكم ديت، حرام عليكم، مفيش فايده. طب يا ابني انت اعمل حساب ابديتك انت كمان، مفيش فايده. طب بص لاولادك، ده الذي يزرعه الانسان اياه يحصد، هتزرعوا في اولادكم ايه لما انتوا يا كبار بتعملوا كده؟ مفيش فايده. قعدت معهم لمنتصف الليل تقريبا. في الاخر الاخ الاكبر قال لي بقول لك ايه يا ابونا، ما تتعبش نفسك، بكره الجلسه ويفصل بيننا الايه؟ القاضي. قلت لهم خلاص انا عملت اللي علي وانتوا احرار. جم يصحوا الاخ الاكبر تاني يوم عشان يروح المحكمه. يا غبي، في هذه الليله تؤخذ نفسك منك، والذي أعددته لمن يكون لأمات. حب المال، إله المال، أصل لكل الشرور. فلماذا هذا الشر العظيم؟ ما تستعجبش يا أرمية للشر العظيم. بيرد عليك ربنا بيقول لك، لأنك بتقول له إيه ذنبنا؟ إيه خطيتنا؟ ربنا بيقول لك لأنكم تركتوني وذهبتم إلى إيه؟ إلى آلهة أخرى. زي إيه؟ إله المال زي ما قلنا. في إله تاني إحنا برضك مش واخدين بالنا منه، اسمه إله الذات، إله الأنا. يعني إيه الذات والأنا؟ ياما ناس بيعبدوا إله الذات ده، ذاته، كرامته، أنانيته، أنا وبس أنا، ونسي الترنيمة اللي بتقول أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب إياك تنسي. إيه أنا؟ إيه أنا؟
عاوز تقول أنا عشان ما تقعش في إله الأنا والذات، قول أنا ما أنا، لكن روح الله الساكن فيا. مين أنا؟ مين أنا؟ معلمنا بولس الرسول لما جه يوصف نفسه يقول أنا أصغر جميع الرسل، لما قال أنا هو أنا أصغر جميع الرسل ولست مستحقا أن أدعى رسولا من أجل أني اضطهدت كنيسة الله، واللي أنا فيه ده نعمة الله اللي معي، لا أنا بل روح الله اللي معاي. معلش يا معلمنا بولس برضك نتعلم منك، قل لي أنا مين أنا برضك، دي كلمة أنا تقول إيه عن نفسك؟ لما أقول لك كلمة أنا أقول أنا مثل السقط. عارفين يعني إيه السقط؟ الجنين اللي ما اكتمش في بطن أمه وسقط. معلمنا بولس فيلسوف المسيحية أكبر كاتب وكارث في الكتاب المقدس لما جه يقول أنا قال أنا مثل السقط، ولما جه يقول أنا قال أنا أصغر جميع الرسل، ولما جه يقول أنا قال أنا ما أنا. إذن إيه الأنا دي؟ إيه الأنا اللي مضيع ناس كتيرة مننا؟ أنا دي صعب قوي لما لقي مرة واحد في جنازة، ويعني لما راجل يبكي بحرقة بيبقى يعني بيشد الانتباه عكس المرأة، طبعا المرأة يعني دي طبيعة فيها، لكن بكاء الرجل من الصعب وبحرقة أكيد في حاجة بقى صعبة أوي. فالناس كلها سكتة حتى السيدات، وهو الوحيد اللي عمال يبكي بحرارة. فأنا بعد ما خلصت صوته عمال يلن في وداني شد انتباه، فرحت جايبته كده بعد ما خلصت الصلاة بقول له تعالى يا حبيبي أنت تقرب إيه لل، هي كانت واحدة ست، تقرب لها إيه؟ قال لي دي حماتي. فأنا ضحكت عاوز أخرجه منه، قلت له يا راجل حد يبكي على حماته كده يا راجل؟ أبهزر يعني. قال لي لا يا ابونا مش موضوع، مش حماتي، مش موضوع حماتي. امال ايه؟ قال لي يا دوبك ضميري صحي دلوقتي فندمت على اللي انا عملته. ايه اللي انت عملته يا ابني وبيبكي عليه كده؟ قال لي حماتي خلت دور شديد في اخر ايامها، وكانت بتبكي بالدموع عاوزه تشوف بنتها، وانا اللي كنت منع بنتها عنها، وكل ما بنتها تقول لي اروح اشوف امي محدش ضامن الدنيا يقول لها لو خرجت من بره البيت ما ترجعوش تاني. قعد دايس عليها لغايه فعلا منعها، الى ان جالها التليفون امك ايه؟ امك ماتت. فانا دلوقتي ضميري يعني صحي صعب عليا ان انا حرمت البنت من امها في اخر الايام، اعتبرته ذنب عليا. قلت له بس خلاص يا ابني ماذا ينفع الندم بعد العدم، كان من الأول، لكن ربنا بقى يسامحك ويعزيكم وهي ربنا يرحمها. ليه بقى الذات؟ أنا ده إله صعب. يمكن عشان أقول قصة فوقنا زي ما قلت قصة في إله المال، أذكر قصة سمعتها من أحد الآباء عجبتني جدا في حتة الذات والأنا والكرامة دي اللي بتضيع البني آدم، فالقصة دي فوقت صاحب القصة. من صاحب القصة؟ راجل ملك. قصة بتقول إن الراجل الملك دوت كان في حد من الناس القريبين منه مات فبيشيعوا جثمانه، فهو كملك والذات والأنا داخل وراء الجثمان وهو راكب حصانه وحواليه الخدم والحشم
وكل اللي يعد عليه يقف لو قاعد ويدي تعظيم سلام لسعادة الملك. ونسينا مقولة، أو مش نسينا، هي بتنطبق على الكلام ده، يعني لو واحد فقير هيدي يضربه تعظيم سلام ولا يعبروه. ففي مقولة كان للبابا كرولوس الثالث نيح الله نفسه، يقول لك يا ولدي أصل الغني يغنوله والفقير إيه يقولوله. الغني يغنوله لأن هياخده من وراه، لكن الفقير إيه يقولوله؟ مهما يقولوله هياخده إيه من وراه؟ فخليه قاعد بقى على جنب لوحده كده. فلأنه غني الملك غني فكله تعظيم سلام لسعادة الملك، إلا واحد ما وقفش وما اداش التعظيم السلام وما غناش. مين الواحد ده؟ الراجل الطرب اللي كان قاعد شغال غفير في المكان اللي هو اللي رايح فيه الملك ده يشيع جثمان ميت. فالملك اتغاظ، ايه الناس كلها وقفت لي الا الراجل ده؟ فوقف قصاده كده بالحصان، قال له انت يا راجل انت فز، قوم كده شوف انت بتكلم مين اللي واقف قدامك. فبص له كده قال له سعاده الملك، قال له لما انت عارف ان انا سعاده الملك ما وقفتليش ليه؟ انت مش عارف انا اعمل فيك ايه؟ الذات، الانا، الكرامه. قال له عارف سعادتك ممكن بمكانتك تمحيني من وجه الارض بسلطانك، بس اديني فرصة ادافع عن نفسي واقول لك ايه السبب اللي خلاني ما وقفتش واديت تعظيم سلام لسعادتك. قال له اتفضل قول. قال له شايف يا سعادة الملك اللي في ايديا دي؟ قال له ايه دي؟ قال لي دي جمجمة ميت. قال لي مالها جمجمة الميت دي؟ قال له انا راجل زي حلقاتي تربي، لما احب اتسلى ما حواليش ناس اتسلى معاهم، نقعد على قهوة نلعب كوتشينة ولا مش عارف شطرنج ولا دومنا ولا، فبسلي نفسي بنفسي. فاللي حواليا كلهم شوية جماجم ميتين اموات، شوية جماجم على شوية عظام، فخدت جمجمة من اللي حواليا بتاعت ميت وعمال اتسلى معاها. قال له انت راجل اتجننت؟ قال له لا ما اتجننتش، انا الجمجمة دي شغلت تفكيري بقالها وقت طويل. قال له في ايه يعني؟ قال له قبل ما تيجي سعادتك عمال اقلب في الجمجمة يمين وشمال واقول يا ترى الجمجمة دي في يوم من الايام كانت لانسان زي وزيك، بس عارف يا سعادة الملك اللي كان محيرني ايه؟ من صاحب هذه الجمجمة؟ مين صاحبها؟ هل صاحبها الراجل ملك زي سعادتك الكل بيديله التعظيم سلام عشان ذاته والانا وكرامته؟ ولا صاحبها زي راجل كان فقير زي حالاتي ما حدش بيعبره؟ هل صاحبها كان راجل غني ولا فقير؟ هل كان صاحبها متعلم ولا جاهل؟ وقعد بقى ايه يتكلم. قال له في الاخر وصلت لايه يا راجل؟ قال له في الاخر يا سعادة الملك وصلت ان هنا هذا المكان اللي كله اموات بيساوي الكل، بيساوي الكل، الكل في الاخر بيبقى شوية تراب ومش بتبقى منه غير حتة الجمجمة لو اتبقت وشوية عظام. عشان كده بقول لك هذا المكان بيساوي الكل، الملك بالغفير، المتعلم بالجاهل، الغني بالفقير، كله بيتساوي. بص لقى الرجل الملك اللي كان الذات نقح عليه والكرامة اللي نقح عليه خد بعضه ونزل منين؟ من على الحصان. حس ان كرامته وذاته دي مش دايمة والمكان دوت هيساوى فيه زيه زي اي حد تاني. قال له اشكرك انك اديتني درس النهاردة
ان انا اتذكر او دايما افتكر في يوم من الايام هتساوى بالكل وابقى شوية تراب، وممكن في يوم من ايام الجمجمة بتاعتي تبقى في ايد واحد زيك برضك ويقعد يقلب فيها يمين وشمال ويقول يا ترى لمن كانت هذه الجمجمة. اوعى واله الذات. تقول لي بيعمل ايه اله الذات؟ اقول لك ما بيخليكش تسامح، ما بيخليكش تتواضع، ما بيخليكش تنزل شوية. يكون في خلاف بينك وبين اخوك ولا جارك ولا نسيبك، سامح يا ابن فلان. ابدا ابدا. ده في ناس بقى بيتعالوا كمان ويقول لك ايه ده لو نزل لي ربنا من السماء. يا عم حوش شوية ذاتك دي، وانا دي ايه ده في ايه لو نزل لك ربنا ده؟ انا لو جالي مش عارف مين. وفي ناس بتتطول اكتر ويقول لك لا ده مش كده وبس، ده انا مش هسامح ليوم الدين، مش هسامح ليوم الدين. طب الديان هيسامحك؟ ده احنا بنقول في ابانا الذي واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا. لكن الذات هي اللي معطله التسامح. مع ان واحد سال السيد المسيح اخويا اخطا الي في اليوم 7 مرات وسامحته، اسامحه قد ايه كمان؟ قال له سامحه 7 في 70. بس امتى اقدر اسامح؟ لما الذات بتاعتي تقل شويه، تنزل شويه. اله اسمه الذات، الانا، الكرامه، العيله. انت مش عارف انت بتكلم مين، مش عارف انت عجب العجاب في الشوارع. لو اشارج مرور يا عيني عسكري غلبان وقف اي واحد من الناس اللي هم يقول له اديني الرخصه بتاعتك، يقول له يا ولد انت مش عارف انا مين؟ مصر كلها بتقول مش عارف انا مين. ولو دورت للاصل، دور على الاصل، على الاصل دور. ايه مش عارف انت مين ولا انا مين؟ يا عم اشكر ربنا، ربنا ستر عليك. مين عارف كان ابوك ايه ولا امك ايه وربنا اللي ستر عليك؟ المهم الذات تقل، تضاع، عشان نقدر نبعد عن اله الذات وما نعبدش آلهة اخرى ونترك الهنا الحي. في ايضا اله ثالث عليها. زمان لما كانت تقع في ايدي علبة سيجار حد، كنت الاقي مكتوب عليها التدخين ضار بالصحة. زمان لقوا الناس لا مبالاة، يعني ايه الصحة ضار بالصحة؟ يا عم العمر واحد والرب واحد. فلما لقوا الناس ما فيش عندهم لا مبالاة قال لك نخوفهم اكتر، فكتبوا التدخين يسبب في الوفاة. قال لك يا سيدي بردك العمر واحد والرب واحد، طيب ما فيش فايدة. حاليا دلوقتي او ما اعرفش كان في تطور تاني ما اعرفش، لكن اخر معلوماتي يعني الراجل اللي هو اللي جايبينه وحاطين له خراطيم دوت وفي العناية المركزة وبيقول لك هكذا التدخين بيسبب مش عارف في الايه، في مرض ايه والكلام ده، ربنا يحميكم يعني.
ومع كل ده وبيشرب. يقول لك مش قادر، بقيت تعبد السيجارة. فشاب زي دول كان مش قادر وجاله فعلا المرض وحش في معدته في الامعاء، ودخل المستشفى واستأصلوا كده تقريبا مش عارف جزء كبير من المعدة. الدكتور عشان يديله عظة، عجبني الدكتور ده، صور الحاجات اللي طلعت من معدته، وبعد ما فاق قال له بص يا ابني انا في هدية مجهزها لك. قال له هدية ايه يا دكتور؟ قال له بص كم صورة دي. قال له ايه ده؟ قال له الحاجة دي اللي طلعت من معدتك. اظن يعني ان مو كل ما يجي ريقك يمشي على السيجارة بص بس على ايه؟ على الصور دي، مش ممكن تشرب سيجارة تاني لو بصيت للصور دي. وانا شفت الصور دي صعبة جدا، يعني اللي طالع من صعب جدا، وربنا كتب له عمر جديد. قال له خلي بالك بقى، ربنا انقذ المرة دي، اوعى ترجع للسجاير تاني. وللأسف رجع للسجاير تاني، وكان برضك كانت سبب في نهايته. يعني إله اسمه عادات والتقاليد السيئة، السيجارة، الخمر. عارفين قصة الرجل اللي بيشرب خمرة كتير وأب اعترف مش عارف يعمل معاه ايه؟ عارفينها طبعا. فأبونا قال له ما خلاص طالما مش قادر معلش ندي لك حل في الأعياد بس. قال له حلو قوي يا أبونا. أبونا يعني غلبان يقصد الأعياد، ثلاث أعياد الكبار اللي هو القيامة، الميلاد والقطاس والقيام. أتابي صاحبنا خدها وعجب السنكسار، كل يوم يقول لك تعيد الكنيسة اليوم بنياحة القديس الأنبا إبراهام، اشرب كاس على أنبا إبراهام. تاني يوم تعيد الكنيسة، لقى نفسه كل يوم في إيه؟ في عيد. فأبونا قال له إيه يا ابني؟ قال له مش أنت قلت يا أبونا في الأعياد بس؟ اسمه إيه ده؟ إله. واحد مش قادر يبطل عادات وتقاليد سيئة فكأنه بيعبدها بالظبط. فاحترس من إله المال، احترس من إله الذات والأنا، احترس من إله العادات والتقاليد السيئة. آخر إله أقدر أتأمل معكم فيه عشان وقتنا مش تسعة بالظبط أخلص، اسمه إله الطمع. إله الطمع، والطمع قال لي ما إيه؟ قال لي ما جمع. ماله إله الطمع ده؟ فاكرين قصة إبراهيم ولوط؟ لما كان في أرض مشتركة بين إبراهيم ولوط ابن أخيه، أبونا إبراهيم عنده القناعة تفرقش معايا ياخد أنهي أرض، لكن لوط كان عنده شوية حتة الطمع دي. فقال له يا أبي إبراهيم أنا عاوز أختار أنا الأرض اللي أنا عاوزها. قال له ماله حبيبي؟ الأرض كلها قدامك، اختار، إن ذهبت يمين لا أذهب يسار وما نختلفش، اللي أنت عاوزه خده. عينه الطماعة نشل على أرض وخدها وعاش فيها. جت في يوم من الأيام اتولعت بالنار والكبريت. أنهي أرض دي؟ اسمها إيه؟ أرض سدوم وعمورة. بسبب إيه؟ الطمع. طمع قال لي ما جمع. احترس من إله الطمع، خليك قنوع دايما. الانسان لما يكون راضي بعيشته يبقى مرتاح، لكن مشكلتنا ان احنا دايما عندنا حتة العين وشهوة العين والطمع وعاوز دايما المزيد. مش كده يقول لك ما يملاش عين البني ادم الا التراب، وبرضك ما بتشبعش. طمع طمع طمع. في قصة واختم بيها كلامي بردك عشتها مع واحدة بسبب الطمع ديت، كانت صعبة جدا في حتة اني كل ما اشوف حاجة دي عاوزاها، يعني مع اني كان قبل ما اخش في القصة دي واحنا اطفال في مدارس الاحد،
هكون قصة بسيطة كده واحنا أطفال كده، قصة طفولية يعني، عشان ما بصش على حاجة غيري واطمع فيها. فقالوا لنا ان كان في طفلين، طفل راكب عربية مرسيدس وقاعد على الكنبة ورا وفي سواق بيسأله، وطفل غلبان قاعد على الرصيف، هم أطفال الشوارع دول، وحالته صعب قوي، هدومه مقطعة. فالولد اللي هو الواقف في الشارع ده على الرصيف بس لقى عربية المرسيدس جت واقف قدامه، وورا قاعد طفل في سنه لابس هدوم شياكة وعربية شياكة وسواق. فقبل ما ينزل الطفل اللي في العربية، الولد اللي في الشارع بص كده ورفع عينه لربنا، قال له ايه يا رب؟ هو انا مش زي الطفل دوت؟ ليه هو يبقى راكب عربية مرسيدس ولابس هدوم حلوة ونظيفة، وانا هنا واقف في الشارع عربية هدومي مقطعة ومش هلاقي حاجة خالص؟ قام ربنا حب يقول له يرد عليه. قام جه السواق فتح الباب الخلفي ودخل جوه كده بايديه الاتنين وشال الطفل اللي قاعد على الكنبة بره ورا ونزله، وكان مجهز له عجلة كده. فالولد اللي واقف على الرصيف بص كده لقى الطفل اللي كان راكب المرسيدس مشلول، مشلول مش قادر يتحرك الا اللي يحركه، لكن لوحده مش قادر. رفع عينه الولد اللي في الشارع قال له لا اشكرك يا رب، اشكرك، سامحني ان انا عاتبتك، على الاقل انا النهارده دلوقتي اجري والعب، ولو عاوز العب كوره اقدر العب كوره. لكن هو الولد ده اللي معايا راكب العربيه ما يقدرش يلعب كوره زي ده، انا بالعكس انا كده احسن منه. فربنا بيدي لكل انسان عنده اله الطمع درس، يقول لك يا حبيبي ما تطمعش في حاجه غيرك، اشكر ربنا على اللي انت فيه. انا اسف يعني للمثل اللي بيقولوه دايما، اللي يشوف بلوه غيره تهون عليه بلوته. اوعى تقول ما فلان ساكن مش عارف فين، ولا علانه ساكنه فين، ولا فلان راكب ايه، ولا فلانه راكبه ايه، ولا ده لابس ايه، ولا دي لا. ارضى بقليل وارضى باللي انت فيه. انت ما تعلمش اللي راكب واللي لابس ده جواه ايه. على راي المثل، اللي يشوف الباب وتزويقه من جوه نشفان ريقه، ايش دراك انت باللي راكب ولا اللي ساكن ولا اللي عنده؟ لو دخلت جواه مش هتلاقي عنده الشعر بالسعادة اللي انت مش شاعر بيها. اذا ارضى بربنا مديهولك، اوعى تطمع. وفي الاخر الدنيا كلها ماذا يندفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ اختم الكلام بالقصة بتاعت موضوع الطمع واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. جات لي مرة واحدة زمان، الكلام ده بردك عدى عليه أكثر من 25 سنة يعني. كانت واحدة ساكنة في منطقة شعبية، شعبية قوي يعني. وفي أوضة كده شرك في البدروم كده يعني، شقة شرك. هي واخدة أوضة، وأم فلانة واخدة أوضة، والمعلانة واخدة أوضة، وحمام مشترك، عيشة صعبة يعني. ولبسه لبس بسيط جدا. لما كانت تنزل الشارع ولا تروح الكنيسه ولا تلاقي السيدات المدامات الهوانم اللي لابسين والبرفانات والمش عارف ايه، فكانت دايما برضه زي الولد تقول له طب ليه
كوره اضرب في باب اضرب في باب. انت لو ما دفعتش ال 2000 جنيه اللي عليك انا هحبسك. فلوس يا عم ولا عايز؟ وطرق
المسيح هو